أعلنت القوات الأوكرانية تقدمها في القطاعات الجنوبية من البلاد في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية. نائبة وزير الدفاع الأوكراني لفتت إلى أن القوات تشارك في تحركات نشطة للتقدم على اتجاهات عدة في وقت واحد، معلنة تحقيقها نجاحات تكتيكية في كافة القطاعات التي تهاجم فيها مع إحراز تقدم بشكل تدريجي، ومشيرة إلى محاولات روسية لطرد القوات الأوكرانية من المواقع الثابتة في شرق البلاد. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات التجمع الجنوبي صدت الهجمات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك. إضافة إلى ذلك، كشفت الدفاع الروسية عن تنفيذ طيرانها ضربات صاروخية ومدفعية على معاقل ومخازن أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في اتجاهات سوليدار أرتيموفسك. كشف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن هجوم قوات كييف المضاد لن يؤدي بالضرورة إلى نجاح سريع، وقد يستمر النزاع طويلا، ما يحتم على الغرب الاستعداد لمواصلة دعم كييف. كليفرلي قال أنه لا يوجد ما يضمن أن تكون هناك نتيجة عسكرية سريعة أو حاسمة في أوكرانيا، داعيا إلى ضرورة مواصلة دعم الأوكرانيين. كما لفت إلى أن النقطة المهمة هي بحث مصدر الأموال على المدى القصير والمتوسط والطويل. شدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات الدفاع، وطلب زيادة إنتاج الدبابات وأنظمة القاذفات الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وخلال تفقد مسار تنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بوزارة الدفاع، أشار شويغو إلى أن الحلول الهندسية الفعالة جعلت من الممكن تحسين جودة تصنيع المنتجات وتقليل المؤشرات الزمنية لإنتاجها. للحديث أكثر ينضم إلينا من كييف عبر زوم السيد أوليكسي هاران، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعضو السابق في المجلس العام التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية. أهلا بك سيد أوليكسي. كما تابعنا، القوات الأوكرانية تعتمد أسلوب تطويق القوات الروسية من اتجاهات عدة في وقت واحد. عسكريا، هل هذا التكتيك قادر على تحقيق نتائج على الأرض، وخصوصا في ظل قول روسيا أنها تصد الهجمات الأوكرانية؟ هناك فرق. الأوكرانيون قاموا بهجمات مضادة ثلاثة سريعة منذ حوالي ستة أشهر أو حوالي سنة قرب كييف وخرسون وخاركيف، وتم تحرير هذه المناطق، وكانت هجمات مضادة سريعة غير متوقعة ولم تكن روسيا مستعدة لها ولهذا النوع من العمليات. أما الآن ما نراه هو أصعب بكثير، والسبب في ذلك هو أن روسيا طبعا نشطة في المناطق التي احتلتها وتعزز من دفاعاتها، ولذلك فإن الهجوم المضاد الذي بدأ ليس ضربة واحدة بل لدينا عدة ضربات في اتجاهات عديدة، ولكنها هجمات معرفة الوضع على الأرض، ومجمل القوات الأوكرانية لم تشارك بعد، وهناك استعداد لثلاثة عشر في هذه النقطة فرقة. سيد أوليكسي، يعني هل إذن هذه الهجمات الأوكرانية هي دعيني أنهي لو سمحت إجابة. إذن كان هناك استعداد لبعض الوحدات، 13 وحدة وفقط 4 تشارك، وبالتالي الأوكرانيون ينتظرون لمعرفة الاتجاه الأفضل للعمليات، ولكن نعرف أن هذه العمليات لن تكون سهلة وأنه سوف يكون هناك مقاومة روسية. روسيا مستعدة والعمليات سوف تكون دامية، ولذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم، لأنه مثلا ليس لدينا قدرات جوية ونحن لا نزال نطلب دعم للقدرات الجوية لأوكرانيا، ونحن لا نزال ننتظر هذا النوع من الدعم.
وفي هذه النقطة سيد أوليكسي، يعني وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لفت إلى أن يعني الأسلحة قد تكون غير كافية بالنظر إلى أن الهجوم المضاد يعني فوائده لن تصل بالسرعة المطلوبة، وبالتالي يعيد طرح إشكالية القدرة على تزويد أوكرانيا بالعتاد في ظل شح المخزونات الغربية. هل سنصل إلى نقطة يفقد فيها الهجوم المضاد زخمه وربما يتلاشى بفعل نقص الذخيرة؟ ليس هناك من جديد في كل هذه التصريحات، وأوكرانيا أمام معضلة إذا ما سوف تبدأ بالهجوم المضاد من دون أي إمدادات جديدة من الأسلحة الغربية وفي مقدمتها الطائرات، أو أن تنتظر وصول هذا الدعم ووصول الطائرات. ولكن في هذه الحالة روسيا سوف تكون قادرة على تعزيز مواقعها ودفاعاتها، وهذه كانت معضلة صعبة. وكما قلت، القرار كان ببدء الهجوم المضاد، ولكن هي محاولات أولية ولم يبدأ الهجوم المضاد الفعلي بعد. ونحن كخبراء وكمدنيين وكصحفيين لا يمكن أن نعرف متى سوف يبدأ الهجوم المضاد الفعلي، وهذا جزء أساسي من التكتيك العسكري. لا نعرف متى سوف يحدث ذلك. وأود أن أشير إلى واقع هام جدا. الأمس كان هناك وفد من 7 قادة أفارقة بما في ذلك رئيس الوزراء المصري، ومن أيضا سنغال وزامبيا ومصر وعدة بلدان أفريقية أخرى، وسوف إذ يكون هناك لقاء مقبل مع بوتين. ولكن عندما كانوا في كييف قامت روسيا بقصف كييف، وأعتقد أنها مسألة هامة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وبالتالي روسيا تعرف أن القادة الأفارقة بما في ذلك رئيس الوزراء المصري كانوا في كييف، ورغم ذلك قصفوا كييف. نعم سيد أوليكسي، يعني في هذه النقطة كييف رفضت الطرح الأفريقي للسلام، وكما رفضت الطروحات السابقة، وبالتالي ما النقطة أو الحد الأدنى المقبول لكييف للدخول في مفاوضات، خصوصا أنه بات يؤخذ عليها رفضها الانخراط في المفاوضات وكأنها تتعمد إطالة الصراع خدمة للأهداف الغربية؟ إطالة الحرب ليس في مصلحة أوكرانيا، وبالتالي يجب ألا نكرر الحملة الدعائية الروسية. أوكرانيا لم ترفض الخطة الأفريقية لأنه ليس هناك من خطة أفريقية حاليا، هناك فقط محادثات، ويتم تطوير هذه الخطة بالتشاور مع الأوكرانيين ومع الروس. وبالتالي ما النقطة، ما الحد الأدنى المقبول لكييف من أجل الدخول في مفاوضات سيد أوليكسي؟ نعم، أنا لست مسؤولا، أنا أستاذ مستقل، ولكن أعتقد أن الحد الأدنى هو إيقاف القصف ضد المدنيين في أوكرانيا، وهذا حدث حتى الأمس، إيقاف تدمير البنى التحتية الحيوية لأوكرانيا. ويكفي أن نرى ما حدث في كاخوفكا، وأيضا الانسحاب من محطة الطاقة النووية في زاباروجا، وهذا يشكل خطرا على العالم برمته. شكرا لك سيد أوليكسي هاران على هذه المداخلة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعضو السابق في المجلس العام التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية، كنت معنا من كييف.